وصل رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه الى القاهره لاجراء محادثات حول تطورات التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزه وعلى عدد من الملفات الاخرى. اوضحت حركه حماس ان المباحثات تهدف لوقف العدوان الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وامكانيه اجراء صفقه شامله للتبادل مع اسرائيل. وكانت مصر وقطر قد تمكنتا من التوصل لهدنه اواخر نوفمبر الماضي استمرت ثمانيه ايام اطلق خلالها سراح الثمانين محتجزا اسرائيليا مقابل 240 اسيرا فلسطينيا في اسرائيل